السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في قناه مطبخ نزهه مراكش. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا غراتان بالكفته بطريقه سريعه وبسيطه، ما كتاخذش بزاف الوقت. المكونات ديالو غادي نحتاجوا بسم الله واحد شويه ديال الكفته، يعني على حسب عدد الافراد اللي كاينين. غادي نحتاجوا موتزاريلا، غنحتاجوا لي بات اللي موجود على حسب الشكل. انا هنا عندي لي بيني، انا درت هادو. غنحتاجو واحد البصله كبيره مشلضه رقيقه، ومعلقه كبيره ديال القزبر والمكنوس، الزيت البلديه بطبيعه الحال باش غادي نشحروا الكفته، والعطريه. غادي نحتاجو تحميره، كمون، بزار، والملحه شويه شويه، جوج معالق هنا عندي ديال الكونسونطري ديال مطيشه او مطيشه اللي كنستعملو في لي بات، مطيشه ديال الحك. بسم الله، غنبداو دابا المرحله ديال التشحار ديال الكفته مع البصله. فبسم الله، اول حاجه غنبداو بها هي الكفته اللي غنديروها تشحر. الزيت نضيفو لها البصله، الكزبر المبلول بطبيعة الحال، وغنضيفو العطرية. شحال واحد تقريبا واحد 15 دقيقه بين ما هبطت لنا هاد البصله وطابت لنا الكفته. من بعد غنزيدو معاها مطيشه ديال اللي درنا الكونسونطري ديالها او مركز الطماطم. تقريبا الكفته راه هي قريبه طيب، غادي نضيفو هاداك مركز الطماطم، وغادي نخليوها تطول بعضياتها باش ندوزو لتحضير صلصة لابيشاميل لي غنديرو فيها. بالنسبة لتحضير صوص بيشاميل، فحنا نحتاجو نسيطرو ديال الحليب، أي نوع ديال الحليب. أنا هنا عندي هاد النوع، فأنا غنقضي به جوج معالق كبار ديال الزبدة، شوية الملح، شوية البزار، وجوج معالق ديال الدقيق. دائما غناخذو ديما يكون كميه الزبده نفس كميه الدقيق. انا هنا حطيت الدقيق وغنهز منه جوج معالق، وهنا دايره جوج معالق ديال الزبده. فدائما خص الكميه تكون بيناتهم متساويه باش تجينا صوص بيشاميل زوينه، ما عقدش بزاف وكتجي رخوه. بالنسبه لكاين الناس اللي كيديروا فيها الكوزه، انا ما كنديرش فيها الكوزه على حسب الدراري عندي ما كيتقبلوش المذاق ديال الكوزه، فكنفضل ندير فيها غير شويه الملح وشويه البزار. فغندوزو لطريقه التحضير. بسم الله، غنبداو بالزبده، نحطو الزبده هي الاولى لانها تذوب لينا واحد شويه. نخليوها تذوب، انا دايره هنا النار مهيله، ما بغيتش تحرق ليا الزبده، لان الا كانت النار مجهده راه فغيت غير كتحرق وكتعطي داك المذاق المار في الزبده وفي لاصوص بيشاميل. فغادي نخليها هنا غير تذوب على خاطرها كما كتشوفوا، وغنضيفو الدقيق كما قلت لكم جوج معالق عامرين. ما عمرتش بزاف،
ونستمروا التحريك ديال الدقيق مع الزبده. دائما التحريك باش ما ديرش لينا داك الكوتل وما يجيش لينا هذاك الدقيق ما يجيش لنا مكركب. غنزيدو شويه الحليب فاش غنخليو مازال يزيد يذوب. الحليب كنزيدو غير بشويه بشويه، ما نزيدوش مره واحده باش نغلبو عليها وما تجيش كلها مكركبه. واخا كتلكا كتعقد وكتعصب فما تخافوش منها، راه غير مع التحريك. وكما قلت لكم نتوما غادي نضيفوا في الحليب وهي كتبقى كتحل. نصف لتر ديال الحليب ما تضيفوش كامل في مره واحده، كنبقاو غادي معاه غير بشويه كما كتشوفوا. واخا كيكونوا فيها هذوك الكويرات صغار ولكن مع التحرك فهما كيتحلوا. نضيفوا شويه الملح ونكملوا التحرك دائما على نار مهيله. نكملوا نصف لتر ديال الحليب اللي باقي اللي بقات لينا دابا، ونبقاو نحركوا فيها حتى كنحسوا بها انها بدات كتعقد. غادي نخليوها حتى تغلى ونطفيو عليها. دابا مازال ما نطفيو عليها لان مازال ما غلات، نستناوها تعقد نيت مزيان. انتما كتشوفوا فراه هاد لاصوص هادي راه صافي بدات كتعقد لينا، ما كتشوفوا هكا صافي. هادي هي لا تيكستور اللي بغيت انايا، ما تكونش عقده بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه. ملي كتبدا فيها هاد الفقاعات صافي كتطفيو عليها. في نفس الوقت انا راه درت لي باتي باش يتسلقوا، وغادي نزيد شويه البزار فيها غير باش تجي فيها واحد النكهة وغتجي فيها واحد مذاق شوية داير. أنا كيما قلت لكم راه ما كنديرش فيها الكوزة لأن ما كيتقبلوش الدراري عندي، ف كننكهها غير بملحة وبزار فقط صافي. وكنخليها دابا راني طافية عليها ومع ذلك كنحرك فيها غير باش ما تعقدش في مرة وتبقى ليا بنفس داك لا تيكستور اللي بغيتها في الاول. هانتوما كتشوفوا صافي. دونك نستناو دابا لي لي باتي طيبو باش نحضروه نديروه في الطبق نديروه في الفرن. بسم الله غنبداو بلاصوص بيشاميل هي الاولى، غادي نحطوها نحطو منها في الطبق التقديم. هذا هو الطبق اللي غيدخل ليا انا للفرن كما كتشوفوا. غندير شويه ديال الصوص هنايا لي بات لي سلقت ها هما.
حتى هما غندير منهم، غندير غير تقريبا نص كميه ماشي الكميه كامله، حيت مازال غندير مازال الفوق. دابا غنضيف الكفته اللي كنت صوبت قبيله اللي حضرت طيبت، غنحاول نوزعها هنا فوق هاد لي بات هادو. صافي دابا غنضيف الكميه الاخرى ديال لي بات اللي شاط ليا هنايا، شوفوا راه غادي نحاول حتى هي نوزعها بطريقه متساويه فوق في الطبق. صافي كنبقى نحط باش تجي الاجزاء غير متساويه فقط. غنضيفو لاصوص بيشاميل ديالنا اللي صوبنا قبيله، فغادي نحاولو نسرحها حتى هي على لي بات كاملين. صافي غادي نحاولو هكا نبسطوها شويه، باش تدخل لينا هاد لاصوص بيشاميل غتدخل لينا لداخل. وفي الاخير غادي نضيفو موتزاريلا من عندنا، فيمكن لكم ديروا اي نوع من الفرماج اللي عندكم. انا كندير هاد موتزاريلا حيت هادي ميدمه وكتلق لي دام، اولا نقدروا نديرو حتى الفرماج الاحمر العادي دام او البرموزون، فهو كيجي حتى هو كيجي لذيذ فيها. صافي غادي ندخلوها دابا الفرن لمده واحد ربع ساعه ونحطو على التقديم. انا حضرت معكم ها هو، انا يلا خرجت دابا من الفران باش كما كتشوفوا فهو جا محمر. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. انا حيت دايراه بالغدا انا حضرته
في الغداء، فانا حضرته مع سلطه مرافقه ليه، فنتمنى ان هذا الطبق ديال اليوم غراتان بالكفته ولي بات ينال الاعجاب ديالكم. طبيعة الحال ما تبخلوش عليا بلايك ومتابعه كامله للفيديو، والناس اللي مازال ما شاركوا معنا يشاركوا معايا في قناه مطبخ نزهه وفيديو اخر ان شاء الله بحول الله. خرجتيها مني بخير.